مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج هنا القدس. أنا وفريق العمل سنكون معكم مع عدة تقارير اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وأيضا رياضية. هنا القدس، أهلا بكم. للقدس خصوصية ثقافية لا توجد في مدينة أخرى، لأنها اكتسبت الثقافة من معالم واضحة تشكلت وفق أسس وحقائق، لكن المشهد الثقافي في القدس بات ضحية أخرى يضاف إلى ضحايا مسلسلات التهويد والأسرلة. جريس عزار يسلط الضوء على المشهد الثقافي المقدسي. لا يختلف اثنان على أن القدس مركز إشعاع ثقافي عبر تاريخها وعمرها الذي جاوز 6000 عام، فهي العاصمة السياسية والدينية والتاريخية والثقافية والاقتصادية للشعب الفلسطيني، وهي عروس مدن بلاد الشام. القدس تعيش اليوم حالة تبديد لهويتها الثقافية الأصلية، وإسرائيل تسعى بدأب منهجي وسباق مع الزمن لتغيير طبيعة المكان في المدينة، وخصوصا في البلدة القديمة وفي محيطها، لحسم الصراع بشأن المشهد البصري للمدينة ومشهدها الثقافي وتغيير الهوية العربية. فمن بين 4 صحف يومية ومجلة ثقافية شهرية هي الأفق الجديد، التي استقطبت أعدادا غير قليلة من الكتاب الفلسطينيين والعرب، و4 أو 5 مكتبات تبيع المجلات الثقافية والكتب الأدبية والفكرية الصادرة في بيروت والقاهرة، و3 دور للسينما. لم يبقى منها إلا دار واحدة لا تتسع إلا لعدد محدود من المشاهدين، وثمة صحيفة يومية واحدة الآن بدلا من 4، وثمة دار واحدة للنشر والتوزيع. إزاء ذلك، بات ضروريا تحويل الثقافة الوطنية إلى مكون أساسي من مكونات هوية القدس ومواطنيها، لتسهم في إعادة الحداثة المفقودة إلى المدينة. ولكي تؤدي هذه الثقافة دورها على نحو أكمل، فعليها أن تكون قادرة على الوصول إلى العالم لتقديم القدس إلى شعوب الأرض باعتبارها مدينة عربية فلسطينية ذات وجه حضاري إسلامي مسيحي. وبغير ذلك، تظل الأنشطة الثقافية التي تشهدها القدس مجرد تنويعات مفتقرة إلى ما يوحدها وينظم إيقاعها على نحو تصبح المدينة معه قادرة على مواجهة التهويد والأسرلة وعلى تعزيز بقاء مواطنيها فيها رغم كل صنوف المعاناة. We'll be right back.
الياس، مديرة مركز يابوس الثقافي، أهلا وسهلا فيك في برنامج من القدس. من القدس بداية، يعني ما بدي أدخل في تفاصيل كثيرة حول المشهد الثقافي في القدس، كيف كان وكيف صار من وجهة نظرك؟ يعني رح أبدأ بالشق المشرق في الموضوع، أنه في قصص نجاح كبيرة موجودة من بالجانب الثقافي في مدينة القدس، اللي نتيجة عمل العديد من المؤسسات الثقافية اللي صمدت وبقيت في هذه المدينة. هلأ من جهة تانية، إذا بدنا نتحدث عن كيف الأجواء الثقافية العامة وكيف الحالة الثقافية اللي هي في مدينة القدس، أكيد مش هو بالمستوى اللي نحن بنطمح إنه يكون في الجو الثقافي والحالة الثقافية في المدينة، وهذا طبعا لعدة أسباب. السبب الأول والأساسي في هذا الموضوع إنه الحمل اللي على هذه المؤسسات الثقافية اللي عاملة في مدينة القدس، لأنها بس تصمد وتبقى في هاي المدينة، الضغوطات اللي موجودة عليها من حيث الضرائب، لسه بعض المؤسسات اللي ظلت موجودة اللي بقيت لسه، هذا أنا بحكي مقابل إنه كتير مؤسسات طلعت تركت. يعني هذه شق من الموضوع، إنه في حمل كبير على ظهر كل مؤسسة كيف تبقى صامدة وفاتحة وبتقدم الخدمات للجمهور الفلسطيني المقدسي. النقطة الثانية إنه هناك العديد من المؤسسات زي ما تفضلت نتيجة الضغوطات المالية وضغوطات الاحتلال سكرت أبوابها ونقلت على رام الله أو مناطق تانية بالضفة، لأنه كتير أسهل بالنسبة إلها تشتغل بهذه المناطق ما إنها تشتغل بمدينة القدس نتيجة الضغوطات كمان زي ما تحدثنا. الموضوع الثالث هي الإغلاق على المدينة. الإغلاق على المدينة خلى المدينة محاصرة، محشورة ومحصورة. يعني ممكن نعبر أنه هو من مدينة حولها لقرية صغيرة صفات بالفعل، يعني ما في تواصل مع المناطق الثانية بالضفة، بالتالي الفنانين أو الجمهور ما بيقدر يدخل لمدينة القدس، فصفات أي فعاليات أو أي نشاطات هي محصورة على أهل القدس أو امتدادنا في داخل المحتل ب48. النقطة الرابعة إنه التقصير من قبل الجهات الرسمية بدعم المؤسسات الثقافية في مدينة القدس. المؤسسات اللي موجودة هلأ وعددها كتير قليل اللي بتشتغل بالفعل، يعني مش كاسم، لأنه في كتير مؤسسات اسم فقط ولكن ما بتعمل وما بتشتغل، ما في دعم كامل لهذه المؤسسات. المؤسسات هذه عم بتقوم بدور يعني وزارة الثقافة، ملغي الدعم مثلا دعم جهات رسمية، أنا بقول حكومة ممثلة بوزارة الثقافة أو أي مؤسسة أخرى، دعم محدود جدا جدا. يعني حتى إذا في دعم بأخذ وقت طويل لأنك تحصل الدعم، يمكن إذا قدمت هلأ بعد سنتين رد لك إذا موافق أو مش موافق عن هذا. بالمقابل هذه المؤسسات مفروض تاخذ مخصصات شهرية لتقدر تضل صامدة وتقدم الخدمات. يعني المؤسسات الثقافية ما بتلعب بس دور ثقافي، المؤسسات الثقافية بتلعب دور بتثبيت الناس، المؤسسات الثقافية بتعمل على توعية، على الانفتاح، على التشديد على موضوع الهوية الوطنية والثقافية. نعم بالفعل، الهوية الوطنية. نعم. للناس بالقدس المكان آمن اللي بتقدر الناس تتردد عليه، النشاطات اللي ممكن تكون للأطفال لأنه ما فيش بدائل محلات تانية يروحوا عليها في القدس. فهاي المؤسسات اللي بتلعب دور رئيسي ما إلها دعم لا يثبتها. بالمقابل أي مركز ثقافي أو أي معهد موسيقي أو أي متحف، هذا مفروض يكون مدعوم من الدولة كاملة بدون أي نقاش لهذا. هذا مش موجود، مش موجود بتاتا. كيف عم بواجهوا يعني المراكز الثقافية في القدس الضخامة بالنسبة للنشاطات اللي عم بتصير ما يعرف بلدية القدس، يعني من ناحية موسيقى، من ناحية حتى الأطفال، المدارس، كل ما يتعلق بنواحي الحياة صفى في دخول كبير لإسرائيليا. أنا بتحدث يعني لا يمكن مقارنة إيش الخدمات والمخصصات اللي بتحطها بلدية الاحتلال للمدارس والمؤسسات الإسرائيلية بالمقابل شو المخصصات والهذا اللي بتحطها السلطة للمؤسسات الفلسطينية أو للمدارس. طبعا من جهة أخرى أنه الاحتلال عم بيحاول يتغلغل ويدخل بالمدارس وبالمؤسسات الثقافية من أجل تجير هذه المؤسسات لخدمة المشروع الصهيوني في هذه المدينة. بالمقابل المؤسسات
المؤسسات الفلسطينية المستقلة الثابتة في مدينة القدس اللي ما بتاخذ ولا أي مخصصات من أي جهة إسرائيلية وبترفض العمل مع أي جهة إسرائيلية بتحافظ على وجودها لحالها من خلال قدرات الفردية، يعني من خلال جلبها للأموال من القطاع الخاص أو من الجهات الداعمة الأوروبية أو من جهات عربية، فبتشتغل بشكل مكثف بدل ما تحط جهدها كله لرسم البرنامج الفني، لوضع خطة استراتيجية للنشاطات الثقافية أو للرؤية الثقافية للمؤسسات الثقافية في مدينة القدس، أو حتى ترتيب البرامج الفنية إعطائها شكل آخر، الديكور، الإنتاج كعمل، بروح كل جهد المؤسسة بتوقمها أولا بترتيب كل الأمور اللوجستية لأنه صعوبة دخول الفنانين واللوحات الفنية والأفلام وكل هاي التفاصيل، وبالمقابل لتجنيد الأموال لبقاء هذه المؤسسة فاتحة وتقدم الخدمات للمجتمع الفلسطيني المقدسي وحمايته. مؤسسة بمعنى بآخر أنه كل شغله أنه أنا كيف بدي أجيب أحافظ على المؤسسة من خلال الجهات الداعمة، فبصفه بيأخذ هذا على حساب قضايا أساسية هو لازم المركز. هي المهم بهذا الموضوع كمان مش كمان أنها بتحط 80% من مجهودك لتأمين بقاء هذا المركز الثقافي مفتوح أو هاي المؤسسة الثقافية تقدم خدماتها، ولكن كمان الهم الأكبر كيف تحافظ على رؤيتك الفنية والوطنية بدون الرضوخ لأجندات الداعمين. وهنا التحدي الأكبر، كيف المؤسسة بتقدر تحافظ على هويتها الوطنية وعلى أجندتها وعلى برنامجها الفني وعلى مجالها بشكل كامل بدون ما تتجير وترضخ لكل الشروط اللي تنحط إن كان من داعمين أو من كان من أي جهة تانية. طب أنت بتشوفي على الرغم من كل يعني التقصير الحاصل لربما باتجاه القدس من ناحية ثقافية، أنا بتحدث للجهات الرسمية الفلسطينية وكل المخططات الاحتلالية اللي نفذت من احتلال المدينة عام 67، بتشوفي انه لا في شيء مشرق، انه القدس ما زالت محافظة على هويتها العربية الإسلامية والثقافية؟ يعني رغم كل عملية التهويد اللي بتصير، يعني انا بقول حتى لو بهدموا مليون حجر، حتى لو بيشتغلوا لتهويد الحجر والبنايات وكله، اهم شيء نستثمر بالإنسان نفسه. يعني تغيير أسامي الشوارع نقدر نرجعها، تأبيع البلاط اللي بأبعوب عم بحطوه في متاحفهم نقدر نعود نرجع بلاطنا، هدموا بيت بنقدر نبنيه، بس إذا هدموا الإنسان في هذه المدينة وخسرنا الإنسان بهويته ووطنيته وانتمائه لهذه المدينة، هون الخوف الرئيسي. أنا عندي أمل كبير، يعني أنا بفكر من تجربتنا بالعمل في مدينة القدس في بشائر جدا منيحة، إنه الناس لسه مهتمة بهذا الجانب، الناس لسه معنية بالمحافظة على الهوية الوطنية وبالعودة للتراث وللأغاني وللرقص الشعبي وللمعارض. هلأ الدور فينا أكبر إنه كيف نكبر هذا الاهتمام، كيف نزيده، كيف نكبر كمان قصص النجاح اللي عم بتكون موجودة. في كتير قصص نجاح عم بتصير من مؤسسات ثقافية موجودة بالقدس وبرامج جدا مهمة وبإقبال جماهير كبير. دورنا كيف نكثف من هذه الأعمال، كيف نكبر من هذه النشاطات، وكيف نعمل شبكة من الجماهير والناس والمؤيدين لهذه البرامج الثقافية، لأن شوي شوي عم تخلق حالة ثقافية في هذه المدينة. مع شوية دعم أكثر، مع انضمام مؤسسات أكبر للعمل بشكل جدي على الجانب الثقافي، أنا بفكر أنه بنقدر ننجح لنحافظ على الأقل على هويتنا الوطنية الفلسطينية بهذه المدينة. هم بهدموا بيت، نحن بنبني 10، بس إذا هدموا إنسان وخسرنا إنسان بدنا أجيال تنقدر نعيد هذا الإنسان وهذا الكائن لهويته. هذا بحاجة لجهود الجميع، يعني سواء كان في القدس أو خارج القدس، الحفاظ على هوية الإنسان اللي أصلا الاحتلال بيستهدفه بشكل مباشر في مدينة القدس وفي كل مكان من الأرض المحتلة. طبعا أنا حابب السؤال الأخير، يعني على الرغم من قد ايه في إهمال ثقافي في القدس، مركز يابوس طلع يعني بدي أوصفه كشمعة وسط هالظلام هذا، بهذا الحجم، بهذه القاعات، بهذه الثقافة، بهذه الرؤية الفلسطينية العربية في مدينة القدس. باختصار قد ايه بيحتوي المركز يابوس، وهذا خلال جهدك كمدير وايضا جهود اكيد القائمين والعاملين في هذا المركز؟ يعني هذه نتيجة عمل اكثر من 20 سنة، نحن السنة الجاية بنحتفل ب 20 سنة لتأسيس مؤسسة يابوس. المركز انتقلنا عليه من عام 2011، بس بدينا نشتغل وكان عندنا حلم انه يكون في عندنا مركز ثقافي
ثقافي جميل بليق بهذه المدينة وبشعبها وببرامجها الثقافية. فأخذنا هذا المكان عام 2006 وبدينا بترميم هذا بهذا المركز. طبعا هو سينما قديمة بنت بآخر الخمسينات وبداية الستينات وكان يشتغل كسينما بالأساس، بس بجهود الهيئة العامة لمركز يبوس الثقافي، الأصدقاء والداعمين والطاقم العمل تبع مركز يبوس والجمهور وأيضا الأصدقاء بالأصدقاء اللي بيجوا دائما على مركز يبوس، قدرنا تدريجيا خلال أكثر من 8 سنوات من العمل أنه نرمم أقسام داخل المركز. يعني عندنا قاعة عروض صغيرة، قاعة مراكش ل80 شخص، عندنا سينما الوحيدة في القدس الجهة الشرقية من القدس بتحتوي على 81 كرسي، عندنا غرفة اجتماعات، عندنا صالون محمود درويش للمعارض، عندنا مكاتبنا كمان مكاتب المؤسسة، وإن شاء الله قريبا رح نبدأ بترميم قاعة فيصل الحسيني خلال الأيام القادمة. فهذا المركز هو قصة نجاح بنفتخر فيها في هذه المدينة، وبالتحديد أنه أصبح مفتوح قدام جميع فئات المجتمع. يعني هذا المركز يستخدم من معظم مؤسسات كلها في مدينة القدس، المدارس، المجموعات الشبابية، النادي المتقاعدين تبع شركة الكهرباء، المدارس بتيجي هون، فصفى المقر الرئيسي للنشاطات الثقافية وغير الثقافية في مدينة القدس. ونحن بنفتخر أنه أصبح هذا المكان الأساسي الجميع بيجي عليه، واحنا اكيد بنفتخر بهذا المكان. وهذا بيأكد انه مش دائما الاحتلال هو سبب بمنع او احباط، وهذا اكبر دليل انه الاصرار قد ايه كبير على وجود مركز مثل مركز يبوس للثقافه في قلب مدينه القدس. أكيد. على الرغم من حاله الاهمال والتقصير اللي حصلت باتجاه القدس من ناحيه ثقافيه. يعني انا بفكر الموضوع يعني اصرارنا ودائما حلمنا الكبير انه مصرين على العمل رغم كل عملية الاحباطات اللي موجودة ورغم كل الممارسات اللي بتصير، ولكن اذا انت اصريت على العمل هو تحدي كمان للاحتلال وتحدي لكل المعيقات اللي موجودة، انه نحن رح نبقى موجودين رح نبقى نشتغل حتى باقل الامور المتوفرة كان ماديا والامكانيات. إصرارنا على العمل هو سبب أساسي لنجاحنا لحديت هلأ، بتأمل كمان يزيد النجاح أكثر ويزيد الدعم للمركز عشان نقدر نوصل لقطاعات أكبر ونشتغل بمشاريع أوسع كمان في المدينة إن شاء الله. شكرا لإعطانا الوقت. شكرا لكم راني الياس مدير مركز يبوس الثقافي، وبالتأكيد نتمنى لحضرتك ولكل القائمين والعاملين في المركز كل النجاح. شكرا يا زيزي. شكرا. تتزايد أحوال المقدسين المعيشية سوءا في كل عام، حيث يقع ما يزيد عن 250,000 من المقدسين تحت خط الفقر، يعانون من الفقر المدقع ومن أفق تشغيلي محدود جدا ومن جهاز تعليم مهمل وضعيف ومن تغييب للبنى التحتية المادية والاقتصادية التي تحتاجها المدينة. كثير منا يعرفون قيمة القدس السياسية والدينية، ولكن قلة يدركون حقيقة الأوضاع الاقتصادية المقدسية. الزميلة ريما المصري. تتميز ظاهرة الفقر في القدس المحتلة بخصوصية شديدة تتبع من وضع المدينة وما يتعرض له المقدسيون من أحداث ومآس وقوانين احتلالية هدفها الأول والأخير تهجير المقدسيين عن مدينتهم. وتعتبر البطالة من أكبر المشاكل التي تواجه المقدسيين، إذ بلغت نسبتها بين الشباب أكثر من 31%، وتعد المرأة المقدسية
أول المتضررين من المكانة الاجتماعية الاقتصادية المتدنية ومن النقص في أطر التعليم لها ولأبنائها ومن النقص في أماكن عمل ملائمة، حيث لا تتعدى نسبة النساء الفلسطينيات من القدس الشرقية اللواتي ينخرطن في سوق العمل 15%. الوضع الاقتصادي الخطير لسكان القدس الشرقية يشكل محصلة سياسات متواصلة عبر عقود طويلة أدت إلى إضعاف كبير للمدينة في جميع المناحي الحياتية. أم عمر، أهلا وسهلا فيكي. كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير. أمورك تمام؟ عم نحكي عن حالات الفقر اللي عم بتزيد في القدس، يعني إحنا أكثر من 80-90% من المقدسيين تحت خط الفقر، سواء كانوا في قلب القدس أو حوالين القدس بعد، يعني لأنه فيش شغل وفي احتلال وأعباء كثيرة وفي تقصير يعني كمان من عدة جهات. أنت كيف عايشة هون؟ أول شيء احكي لي عن وضعك، أنت قدي عندك أولاد، مين زوجك، كيف الوضع؟ نعم، أنا ميرفت عبد الفتاح الكردي، أنا طبعا معي هوية مقدسية وزوجي ضفي، هو من منطقة رام الله. قلت لي أنه أسير محرر هو؟ صحيح، أسير محرر، ضرر مرض الضرر مرض الضرر بالسجن، صار يعني يعاني مريض طبعا، يعاني من ظروف نفسيه وامراض صحيه. وعندنا 6 أولاد، 4 أولاد وبنتين. طب انت هذا البيت في اجار تدفعيه ولا حدا اعطاك اياه؟ يعني اجار، والله اجار. هذا اول شيء كنا بال2013 بنسكن في مخزن تجاري، وضعه غير صالح، بس غير صالح للسكن عفوا، وضعه مأساوي يعني سيء جدا، فانه احنا مضطرين نقعد، تصور 8 انفار يقعدوا باوضه واحده وما فيش. تفضلي معي نشوف حتى نفرج المشاهد قد ايه في وضع يعني صعب جدا في القدس ولاهل القدس للاسف، بسبب الاحتلال، بسبب انه ما فيش امكانيات. طب مثلا جهات، ما حداش بيساعدك انت كجهات، مثلا محافظه، وزاره شؤون القدس، حدا رجال اعمال في القدس يعني بتبرعوا ولا فيش شيء؟ والله صراحه اقول لك التجأت لاكثر من جهه رسميه زي ما تفضلت، اكثر من جهه للمحافظه، عندما محافظ عدنان الحسيني ضواحي القدس، للدكتورة ليلى غنام برضو، لأنهم لازم يعترفوا بأولادي مواطنين هم عندهم فلسطينية. طيب التجأت لأكثر من جهة، للشؤون الاجتماعية. ما فيش يعني إنه مصدر دخل شي. ما فيش مصدر دخل. بس قبل شوي حكيتي لي إنه المحافظة ساعدت في أجار المحافظة بيوت. أي نعم، بس أيام ما صارت عندي الحادثة يا أستاذ، يوم ما صارت عندي الحادثة في 2013 وأنا قاعدة في مخزن أنا أولادي وجوزي في 8 أنفار، تصور في أوضة واحدة وكمخزن تجاري، وضع البيت غير صالح للسكن، مش صعب المرة. صرفوا لنا كذا مبلغ من عند المحافظة لما جبنا بإشراف إطفائية الدفاع المدني، الطاقم اللي اجوا انقذونا وشافوا الوضع المأساوي اللي عندنا، وكان بيتنا مغارق. هاي غرفة الأولاد، هذه أوضة الأولاد، وبرضه مش صحية زي ما انت شايفين، زي ما انتم شايفين يعني الإخوان، يا ريت المصورين يظهروا الوضع الصعب بالغرفة هاي، الرطوبة معظم الأوض كمان، هو البيت كله رطوبة يعني، كله الله كله مش صحي والله، ومضطرة يوميها لما صرفوا لي كذا مبلغ تعويض على الخسائر اللي خسرناها والضرر اللي درناها. رحت أخونا، رحت استأجرت فيهم بيت أصلح من أنا فيه، كنت أشي عفش، قلت ليش أضل في هالبيت يعني مأساوي وعفشي كله راح اتضرر. جيت أخدتي هون وكانوا على فكرة قدي أجاروا هذا البيت؟ هذا 1700 شيكل. والله 1700؟ كل شهر بتدفع 1700 شيكل؟ هلا أنا حاليا مكسور علي، أنا غير لما تصرفوا لي دفعت أول 3-4 أشهر بعدين رجع انكسر علي. أيوة صار لي يعني أبو سنة.
من 2014. طب زوجك هو ما بنصرف له مخصصات لأنه أسير محرر؟ بالنسبة لوزارة الأسرة رجعنا عندهم إنه ينزل له معاش شهري عن طريق السلطة زي بقية الأسرة. فإنه حقولنا محكم قانوني عندهم بالنسبة للأسرة المعتقلين اللي بكونوا محكومين 5 سنين بقضوهم بفوق بيصرفوا لهم كل شهر مع. بس جوزي عشان ما قضاش يعني الحكم استأنفوا له وميرا ضده وروحوا يعني ما كملش. طب مع انه مبلغ مش قليل يعني بتدفعي انت ب 1700 شيكل في الشهر بمعنى او باخر ممكن تحصلي على افضل من هيك ولا لا؟ لا والله مش قليل المبلغ ومكسور علي ومش غرفة أدري. النوم هيدي للبنات انا ما عنديش في دورجيك اوضتي جوا وعيه بالارض ولا مغازي هاي زي ما شايفين انا بهوي الدار دايما بهوي فراشي عفشي وضع الاوض مش صحي رطوبه كلها. اما ذكرتي لي ما حدا مساعدك لا يعني قليل او انه غير انه المحافظه اللي انا صار معك في بعض ناس زي ما تقول في ناس بعض ناس مسائل عيني يعني ساعدوا الناس زي افضلكم اهل الخير يعني فعليا خير زي امثالكم بعض مسائل عيني يعني مش دائما يعني تقول مش شيء مواد تمنيه مرات بصح لنا مرات يعني هيك اشياء يعني حتى اولادي يعني الكثير شغلات بلزمهم بيطلبوا شغلات احنا حبينا نعمل هالموضوع هاد في برنامج من القدس مش عشان يعني ان نصير انه بمعنى او باخر نفهم بشكل خاطئ احنا حبينا نعمل هالحوار هاد ونظهر قد ايه في معاناه للمقدسيين وقد ايه المسؤولين وحتى احنا كمواطنين وكشعب ابعاد عن الظروف للعائلات المقدسيه الجميع بتغنى في القدس الجميع بتغنى انه في تعزيز صمود القدس ولكن للاسف في أكثر من 80% من عائلات القدس عم بتعاني الفقر وبتعاني للأسف الذل وهي مقابل ذلك عم تدفع ضريبة صمودها في مدينة القدس ولذلك لازم هاي التصريحات اللي الجميع بتغنى في القدس تترجم لأرض الواقع لدعم أهالي القدس وعائلات القدس حتى نكون أكثر واقعيين ونحافظ على هاي المدينة قبل فوات الأوان بتشكرك وبتشكر طبعا قبولك انك انت تعملي معي لنا هاي المقابله والله يعينك ويعين اطفالك وان شاء الله يكون في ضمائر حيه تساعدك وتساعد كمان عشرات العائلات اللي هي نفس الوضع اللي انت بتعاني فيه شكرا لحضرتك ماما شكرا لكم كثير يعطيكم العافيه الرباط بناء تاريخي من العصر المملوكي واستخدم تاريخيا لوظائف مختلفة قد استخدم كسجن مركزي ومركز نشاطات للجالية الإفريقية ثم تحول إلى منبر ثقافي مهم ويقع الرباط المنصوري في الجانب الغربي من الحرم القدسي الشريف ويطل على شارع باب الناظر الذي يربط طريق القاضي بالمسجد الأقصى ديال خوري يقع الرباط المنصوري في الجهة الغربية من الحرم القدسي الشريف ويطل على شارع باب الناظر الذي يربط بين طريق الوادي والمسجد الأقصى يعود تاريخ بنائه إلى الفترة المملوكية عام 1283 سمي الرباط بهذا الاسم نسبة إلى السلطان المنصور قلاوون الصالحي وتم بناؤه في ذلك الوقت لتوفير مأوى لفقراء وزوار بيت المقدس
إلى أن الرباط اشتهر في أواخر العهد العثماني وأوائل القرن العشرين باسم حبس الرباط، حين أحيل إلى سجن في الفترة العثمانية وخصص للمحكوم عليهم بالسجن لفترات مختلفة. بدأ السكان الأفارقة بالإقامة في الرباط نظرا لقربه من المسجد الأقصى، حيث تولوا حراسته والعناية به وقدموا الخدمات لزواره. وعلى مدار الوقت أصبح الرباط ملحقا بالجالية الإفريقية التي أنشأت جمعية مجتمعية فيه. يتألف الرباط المنصوري من ساحة مكشوفة يحيط بها عدد من الغرف والخلاوي ومسجد موزعين على صفين متقابلين، يوصل إليه عبر مدخل معقود يؤدي إلى موزع مصقوف بطريقة القبو المتقاطع، كما يشتمل على مخازن لتخزين الحبوب فيها. خصص الرباط لإقامة المتصوفين رجالا ونساء، وقد وصل عدد المتجاورين فيه مطلع العقد السابع من القرن السادس عشر الميلادي 86 مجاورا. وفي أواخر العهد العثماني استعمل دارا تسكنها عائلات من السودانيين. مشاهدينا الكرام، اتخذت زليخة الشهابي من خلال الجمعيات القانونية نصب أعينها قرارات تتماشى مع واقع الحياة الصعبة التي تمر بها فلسطين والانتداب وشبح الصهيونية، فوضعت نصب أعينها ترسيخ المفهوم الثوري والقومي لدى الفلسطينيين والفلسطينيات من خلال تعميق ارتباطاتهم بالحركات الثورية والعربية والعالمية، وتنوير الرأي العام بالقضية الفلسطينية عن طريق الاتصال بالمثقفين والمفكرين والعاملين في كافة الحقول السياسية. نادية قرقرة. ولدت زليخة الشهابي في القدس عام 1903، كان والدها من أعيان المدينة المعروفين، شغل عدة وظائف إدارية عليا في العهد التركي، وفي عام 1927 تولى رئاسة بلدية القدس. شاركت زليخة الشهابي بفعالية في النضال الوطني عبر التاريخ الفلسطيني، ففي عام 21900 شكلت أول اتحاد نسائي فلسطيني لمناهضة الانتداب البريطاني والوقوف في وجه الاستيطان اليهودي. تفرغت مع رفيقاتها للعمل بجمع المساعدات وتوزيعها على المجاهدين والمصابين وعائلاتهم، كما أسهمت مع السيدة ميليا سكاكيني في القدس في تنظيم حملة مجانية لتعليم الفتيات العربيات مبادئ القراءة والكتابة. عام 1936 أسهمت زليخة في تأسيس الاتحاد النسائي العربي، وقادت أول تظاهرة نسائية توجهت لمقابلة المندوب السامي البريطاني
للاحتجاج على اعتقال عدد من قادة الثورة الفلسطينية وإبعادهم. كما شاركت عام 44 و900 و1000 في تأسيس الاتحاد النسائي العربي في مؤتمر عقد بالقاهرة بحضور ممثلات من 6 دول عربية: مصر والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن. أنشأت زليخة الشهابي عام 1950 مستوصف الاتحاد النسائي الطبي للعناية بالحوامل ومركزاً لرعاية الأطفال في القدس، وتبع ذلك إنشاء روضة أطفال ومركز لتعليم التطريز والخياطة للفتيات، كما أسهمت في إنشاء جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية وتأسيس لجنة الإسعاف التابعة للجنة المقاومة الشعبية التي تشكلت قبل عدوان عام 67، وإنشاء دار للمسنين في أريحة، وظلت تتابع نشاطاتها الوطنية والخيرية وعملها رئيسة للاتحاد النسائي العربي حتى أقعدها المرض في أواخر حياتها وتوفيت في المدينة المقدسة عام 1992.